Mosaïque FM Podcast. مرحبا بكم الناس الكل. كنا اليوم نحضروا الأوماج صغير كيف العادة المرحوم الهادي بالخيصة، لكن جاء الخبر اللي صدمنا وجعنا برشا، وفاة الأسعد الورتاني في حادث سير بقلوب حزينة عيون دامعة. ننعى المغفور له بإذن الله. الأسعد الورتاني زقو الاسم اللي تعرف وتشهر وتحبيه، الأسعد ولد الشبيبة، ولد استاد، ولد النادي الافريقي الورتاني، الكابيتان وقلب الاسد اللي عطى برشا، عطى بلاش حساب ارقام مع الملعب التونسي، مع النادي الافريقي، مع المنتخب الاولمبي. مشواره في الكره كان قصير وعمره كان اقصر. هذا عزيز الاسعد الورتاني سي مختار تحت تاثير الصدمه. شكري بقعه كبيره 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 كبيره. امبارح جاء من السعوديه على المصريه 12/7 تطريم هدي، جاني في الليل حي النصر لا يعمل في دوره يودع. والله مشينا البارك الكليب، قال لي خذ لي تصويره، قال لي صورني اول مره فيه. ان شاء الله يجي نهار يا ربي وراني في كليب افريقيا، ان شاء الله سمعت البطوله وعمي نتبع في اخبارها، ان شاء الله ترجع كما ديميلويت في عهد نحن عندنا اولاد باهين وعندنا صغار، ثم ريكريتمون ثم اداره والحمد لله كما والله والله ما نكذبش عليه. انا معناها طورت وعندي تصويره اخر صوره لي في الليل مخر، جا بخمس ايام ست ايام ومش يرجع، جا فرحان يعني في النهضه السعودي كلاسي دوزيام ربح الاولانيه ربحين 9 ماتشات وفي جليل القادري. شفاك هو خويا خلى زوج بنيات سوام عمرهم 5 شهور، وليد عمره عامين نص سنينات، البنات منيرة على اسم ام مرته متوفيه الله يرحمها، على الزهره اسم امه الله يرحمها. انا نسعد اخو صغير عمره 3 سنين تولد في اسم عام 2080 بوه الله يرحمه الزهره الله يرحمها ترضعي واختي، معناها هو يقول لي خالي معناها دمي مش فهمت خويا قريبي صاحبي خويا في السعودية يوميا. دار تونس كامل مشينا نحكوا الولاد مشينا لبنان ايه دارت مش ملحات ولا سحب. قال لي متوحش جيت خمس ايام وخي مش نرجع. قال لي انا حبيت نغير كامل تو ملي جيت مع ما قلت له المدام، قال لي انا رخبوا كذا صغار نحب ندور نحب ندور. قلت له استديوهاتك واحد عنده تكون مستقبل ان شاء الله اسمع دايم الله هو انا على البول فلوس بالديار سامحني بالكلمه. كان طيب برشا تونس كامله تعرفوا الكل تعرفوا كان حنين حنين برشا حنين حنين كان متواضع جدا مع احترامي ياك العساسه ولا دي كونسيرج يبغى يتكلم معاهم ما بغاش في الخاوي لا شحال يسال عليه في حي النصر يجيب احلى العطار يحط العساسه تبدا تدور به تبع تقيه ونظر لك انا وياه نضحك وسد كيزك يبدا يمشي يحب ولده برشا 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 اسمه مالك نسخه مطابقه الاصل لا شحال بو توفى عنده 6 شهور خلاص البارح عبد لي في بو وامه في بابا وامي الله يرحمها في خويا توفينا والله يجبد عليهم يبوس فيه ويحمل يودع زعل خويا هذاك هو خويا الله يرحمك هو ان شاء الله لا سعد استغفر الله العظيم ما ماتش يبقى في الذكرى نتاع في الذاكره نتاع التونسيين الكل. احكي لي على الكوره يقول لي تظلمت حاجه بركه تظلمت الفريق الخوي ما لعبتش برشا قبل يبان على كوريا واليابان يروحوا سليتي ما تسميش العبيدي عمار صويح قال لي قابلته في السعوديه وقت اختيارات قال لي نحترمهم ان شاء الله كوب دافريك عندنا سنة وان شاء الله ويشجع عنده اتصالات مع اصدقاء في الدنيا سيف وزيل ريت بوس عادي النمس يحبه قال لي هذيك ولد ملعب التونسي ملعب في الاستاد فهمت له يقول لي النمس يوسف يوسف سلتا احسن جوارات يقول لي ما لعبت معاهم في الدنيا لعبت مع 400 واحد في شيخاوي غير وزياد كل قال لي لعبت مع مقديده مع حد سليم مع كل احسن جوارات قال لي جمال لي نايم وسام يحيى قال لي كليب افريكان نمشوا احنا ماناش في فورما انا وسامه وسام يحيى شاهد سلام وسام يحيى نمشوا ليطوان نعملوا نير نطبق ليطوان والله والله يحكي الكتاب يعني نربحوا ونعملوا ليه في اغلى في اسوء الحالات كان يعشق الكوره كان عنده طموحات ولده شاري له الكوره السياره مراه الحق كل شيء وفي البوتيك تاع كليب افريكا. سي مختار عزيز المرحوم الاسعد الورتاني كما سمعتوا لاخر لحظه في حياته يتكلم على حاجتين، عائلته الناس اللي قربت له والده ووالدته وعلى النادي الافريقي والكره، هذوما اكثر حاجتين كان يحبهم الاسعد الورتاني وكان يحب يتكلم عليهم. المرحوم خلى وراه برشا حزن برشا حسره، ثلاثه صغار وعائله عمرها ما تنساه وجمهور كبير يقعد ديما يتذكروا بالخير. الله يرحمك يا الاسعد ويرزق اهلك وذويك جميل الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون. بالمناسبة لما هذه هيئة النادي الافريقي تتقدم ولجنة الأحباء زادة في النادي الافريقي تتقدم إلى عائلة الفقيد بخالص تعازيها القلبية الراجية من المولى العلي القدير الذي غمده برحمته الواسعة ويسكنه فراديس جنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون. موزايكا فام بودكاست.